السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات تعليم الأردوينو. بعد ما شاهدنا الهاردوير، اليوم سوف نشاهد مع بعض السوفتوير الذي نقوم من خلاله ببرمجة قوة الأردوينو. إذا تفتح محرك بحث جوجل وتقوم بكتابة أردوينو آي دي إي، تفتح هذه الصفحة قبل السوفتوير، تفتح لك الصفحة بهذه الطريقة. أول شيء تختار ويندوز مثلا إذا كنت تستخدم ويندوز، أو ماك أو لينوكس إذا كنت تستخدم برامج. بعدها تفتح لك صفحة بهذه الطريقة. هون يطلب منك إنك تساهم بأي مبلغ، طبعا الصفحة النسخة موجودة مجانا، بس داونلود. بعدها تقوم بالضغط على هذا جيت فري. بعد ما تقوم بتحميل وتثبيت software على الكمبيوتر، سوف تظهر لك الايكون بهذه الطريقة. دبل كليك تفتح لك الصفحة بهذه الطريقة. إذا هنا سوف تقوم بكتابة الكود لبرمجة بورد الأردوينو. بعد ما تخلص من كتابة الكود، تعمل كومبايل من هذا الزر، وإذا كان الكود صحيح تقوم بتحميله من هذا الزر. هون إذا أردت أن تفتح صفحة جديدة لكتابة كود جديد، هنا لفتح ملفات المخزنة سابقا على الكمبيوتر، من هنا سوف نقوم بتعريف بوردة الأردوينو. في حالة أن أردوينو أونو نختار أردوينو أونو أو أي أردوينو من نوع ثاني. طبعا هناك الكثير من أنواع الأردوينو، نختار أردوينو أونو. وبعدها سوف نقوم باختيار السيريال كور. السيريال كور كما تشاهدون الآن الكاميرا بوردة الأردوينو غير موصلة، سوف نقوم بتوصيلها. شاهدون الطابق اشتغل. بعدها نختار، يظهر لي هون كومب 1212 أردوينو أونو. الآن أصبح معرف أردوينو أونو والسيريال كود الذي سوف نقوم من خلاله بإرسال الكود إلى هذه بوردة الأردوينو. نقوم بعمل كومبايل، يطلب منك حفظ الكود. طبعا إذا أردت تحفظ الكود في مكان ما على الكمبيوتر. الآن نشاهد يعمل كومبايل، دونت كومبايل، انتهينا من عملية والكود صح. طبعا في هذه الحالة لم نكتب أي شيء، فقط لمعرفة كيفية فتح السوفت وير وكيفية نقل الكود إلى بوردة الأردوينو. بعدها تضغط على هذا الزر. أبلودين كما تشاهد على الكاميرا، تم إرسال الكود بنجاح. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من حلقات تعليم الأردوينو. شكرا لكم.